شيعت إيران الاثنين العالم النووي محسن فخري زادة الذي اغتيل قبل 3 أيام في عملية اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها متعاهدة بمواصلة الدور الذي كان يؤديه. وحضر المراسم التي أقيمت في باحة خارجية مسؤولون عسكريون ومدنيون بدا عليهم التأثر البالغ. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن على الأعداء أن يعلموا أن هذه الجريمة ستكون أولى هزائمهم. وأظهرت لقطات التلفزيون تأثرا بالغا من الحاضرين لدى قراءة سيرة الراحل.